مشاهدينا مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج ماستر سبورت. هذا العدد سنقودكم فيه عبر جولة مميزة في مختلف التخصصات الرياضية مع النخبة الوطنية من كأس العالم للمبارزة التي احتضنتها الجزائر بالقاعة البيضاوية والتنظيم المحكم لهذه التظاهرة إلى المشاركة الأولمبية لرياضيين في مختلف التخصصات في الأولمبياد المقبل، بدءا من المسيفة الملكة الصغيرة والفن النبيل. فابقوا معنا. سوسن بوضياف مشروع بطلة أولمبية، رغم أن مشوارها في أول محطة بكأس العالم بالجزائر توقف في الدور 32، إلا أنها تحلم بميدالية أولمبية. أنا سوسن بوضياف، عمري 29 سنة، وأنا عنصر من الفريق الوطني للمبارزة. أمارس المبارزة منذ السن 10 وأتدرب بمدارس فرنسية، وكنت عضو في الفريق الفرنسي حتى ألعاب ريو 2016. كانت تجربة صعبة لكنها جيدة من حيث الخبرة. لما تشارك في حدث كبير مثل هذا حتى وإن خسرت فإنك تكبر من حيث اكتساب الخبرة الرياضية. وأثناء الألعاب الأولمبية هذه فقدت أغلى ما عندي، جدتي رحمها الله، لذلك أشعر بأن هذه السنة كانت صعبة بالنسبة لي. جدتي كانت كل شيء في حياتي، هي التي ربتني، كانت تعيش بين الجزائر وفرنسا، كانت عماد الأسرة، وفقدانها أشعرني بالوحدة وبالكآبة، لكنني استطعت أن أتجاوز تلك المرحلة الصعبة والحمد لله. كانت جدتي رحمها الله تفتخر بأصولها الجزائرية، فهي التي غرست لدي روح حب الوطن وألهمتني صفة الافتخار ببلدي الجزائر، وبفضلها أصبحت الفتاة التي لطالما حلمت بها لما كانت على قيد الحياة. C'est en partie grâce à elle que je suis la femme que je suis aujourd'hui et je lui en serai éternellement reconnaissante. Oui, effectivement, parce que elle était très fière que je fasse du sport, elle était très fière que j'ai atteint. كانت تشجعني على ممارسة الرياضة وتفتخر بي كرياضية في المبارزة. Si vraiment tu jouais pour l'Algérie, Nessia Farhoubi. وتفتخر بكوني بلغت المستوى الأولمبي، لكن هاجس تقمص ألوان الجزائر كان دوما يراودها، وكانت تقول لي دائما يجب أن تلتحقي بالفريق الجزائري، واليوم أنا جد سعيدة لأنني حققت مرادها. Aujourd'hui, je porte fièrement les couleurs de l'Algérie. فوزي بالميدالية الذهبية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران يبقى أجمل ذكرى أحتفظ بها في مشواري الرياضي، والأجمل من ذلك أنني اكتشفت جمهوراً رائعاً صنع صوراً تبقى راسخة في مخيلتي. Et je pense aussi que le fait que j'aille loin dans la compétition, bah forcément, les Algériens ils sont restés tout au long de la journée et vraiment ils m'ont vraiment porté. Donc super ambiance, super moment et des souvenirs à jamais gravés dans ma mémoire.
Là, avec la préparation olympique, c'est très difficile de faire autre chose parce que je m'entraîne deux fois par jour, une fois le matin. أتدرب صباح مساء بمعدل حصتين في اليوم للاستعداد جيدا للموعد الأولمبي بصفتي متأهلة في الفردي، لكنني أرغب أن أتواجد في هذا الحدث بفريق لأننا نملك مجموعة جيدة. منتخبات كثيرة تتنافس على مقعد في الأولمبياد. المهمة لن تكون سهلة، لكننا سنركز جيدا لنبلغ هذا الهدف. يا الجزائر. لطالما كانت المبارزة رياضة العائلة، وهبة بالحوة تقص علينا قصة الأب والابن بنشادة. هذا الشبل من ذاك الأسد، مقولة تنطبق على المبارز زكريا بنشادة الذي حمل إرث العائلة وأصبح يمثلها بعد أبيه في المنتخب الجزائري. ابن 19 ربيعاً مولود بكندا، تلقى تدريباته بمقاطعة مانيتوبا على يد أبيه عياش الذي وضع تجربة ما يقارب 25 سنة تحت تصرف أبناء المقاطعة، لكن زكريا فضل الجزائر. زكريا بنشادة نلقى في الجامعة في كندا عند الكينيسولوجي و جي 19 عام ديت لسكين مع بابا فيغ لاج دو 12 عام 13 عام وين بديت لا كومبيتيسيون. انا كنت حاب ندير الفوت كي كنت صغير، بري بابا قال لي نو تشوفي لسكين، شاف التالون في لي دو لا بريفيري لسكين. انا جلي فورسي سيفت عليه باش يدير لسكين. بوركوا؟ باسكو الترافاي تاعي الخدمه تاعي نبدا الصباح بكري 6 دو ماتان نكمل على 9، كي نولي للدار هو ديجا راح ليكول، نولي كي نعاود نروح لو سوار لونترينمون 4 هو يعاود يولي، دونك براتيكومون ما نشوفهمش كامل لا جورني. دونك كيسك جي دي لو سول مويان ندير لهم ليسكريم، دونك كوم سا يبون اتر افيك موا لو سوار. commencé à faire les compétitions, gagner, et c'est là qu'il a développé la motivation et l'amour pour le sport. Puis surtout qu'il jette le niveau, j'ai commencé à aimer beaucoup. L'escrime qui compte frère coûte beaucoup plus cher. Alors c'était trop difficile, Liam. On a perdu chaque match. Après Covid, j'ai beaucoup progressé. J'ai entraîné deux fois, trois fois par jour avec mon papa pendant Covid. جبت النيفو عاوت وليت ابري جي كومونسي ا ايمي بوكو. هذه سنه تاع 2023 الى بي سا بلاس كانت عنده الى غاني لي كريتير بور فار ليكيب كانديان اون جونيور اي اون سينيور. دونك الى ديسيدي قال لي بابا نحب الجيري وعندي بزاف لي زامي في الجيري جو بريفير ندير الجيري. Je peux lui donner des conseils parce que c'est moi le coach, انا هو المدرب تاعو. قبل ما يبدا كي كمل كي نشوفو كيما نشوفو سي ديفيسيل باسكو شوي افيك ليكيب جو دو فير مون ترافاي مع لوتر ايكيب. Il est vraiment calme في des situations vraiment stressantes. Et c'est ça, c'est ça ce qui me manque et ce que j'ai besoin. Stress يروح surtout avec une équipe comme la Roumanie. زعما سي سور c'est une équipe extrêmement forte. 21-21 avec l'équipe de France. C'est là où on profite de jouer, d'essayer des trucs, de nouveaux trucs. Le thème où le stress est là, tu peux tirer à l'aise. Allez, je compétitionne maintenant, c'est idéal entraînement 8 heures par jour, 6 fois par semaine. Parce que c'est l'entraînement, l'expérience de beaucoup de compétitions.
كي نجيب هاد ليكسبيريونس ان شاء الله سي التم وين جو كومونسي ا دوني دي ديفي لي غران تيغور هادو. كنت زكريا سي تو فو فار كالكو شوز يا اون سول شوز سي ترافاي دور فور اي سوفرير سي تو سوفر لازم تخدم بزاف او لو تصحاب كي يخدموا اي سونطران ثلاث سوايع زوج سوايع في النهار دير ست سوايع دير بلوس كو تي كوكيبي لا تو با ريوسير لا تنجح في الدومين تاعك. هو لافونتاج اللي عنده دركا في الكندا يقدر يدير على الاقل خمس دورات وهاد الدورات هادو تعاودوا تعاونوا بزاف باش يتقدم ويسي ديفلوب في المبارزه تاعو. كلكو موا جبت لا ميداي في لي جوز اغاب سينيور و زعما سي ان شاء الله دون الفوتور يورا بوكو بلوس. بغيف انا نحب ندير شامبيون دي موند هذا لي جاي جي انفي دو فير ان تابلو دو جويت ولا بوتيتر اون ميداي و لي اولمبيك ان شاء الله دون با سيز اولمبيك لا شو انكور جون ils ont beaucoup plus d'expérience ان شاء الله 2028-2032 في لوس انجلوس ان شاء الله ان بون ريزولتات. فريمون فرحان به بزاف على خاطر مازالو جونيور موان دو 20 ans قدر يربح بلاصته اون نيفو سينيور سا سي كالكو شوز الي انكور جون الى عنده بزاف المستقبل في القدام على الاقل 10 سنوات في المباراه على الاقل يقدر يروح حتى 15 سنه دونك زكريا عنده لوبجيكتيف تاعو يدير لي جولامبيك مع الجيري بتات 2024 2028 2032 ان شاء الله بوركو با وعنده دي بوتونسيال يدير حاجه بلوتار ان شاء الله. اغتنمنا فرصة تواجد رئيس الكونفدرالية الإفريقية مبانيك نداي لنطرح بعض الأسئلة عليه بخصوص كأس العالم التي أجريت بالجزائر وعن رياضة المبارزة بشكل عام فلنتابع. مشاهدينا يحضر معي السيد مبانيك نداي رئيس الكونفدرالية الإفريقية للمبارزة وكذلك عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمبارزة للحديث عن كأس العالم التي أجريت في الجزائر وكذلك عن الرياضة بصفة عامة. إذا سيدي مرحبا بكم معنا. sommes très contents de l'accueil de la fraternité qu'on nous a montré. سيدي الجزائر تملك تقاليد في تنظيم منافسات دولية كمحطات كأس العالم، أول محطة كانت 2004 ثم 2005 لتعود بعد ذلك عام 2012 إلى يومنا هذا، ما هي مكانة الجزائر إفريقيا في هذا التنظيم؟ مدام كوم بو لافي دي إيفيكتيفمون لالجيريا اون تراديسيون دورغانيزاسيون. حقيقة الجزائر لها تقاليد في تنظيم التظاهرات الكبيرة ليس فقط في اختصاص المبارزة وخير دليل على ذلك ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الأفريقية. نحن هنا في الجزائر في إطار مسار تأهيلي للألعاب الأولمبية باريس 2024 لدينا 45 دولة مشاركة ممثلة بأكثر من 300 مبارز وهذا رقم مهم تم تحقيقه بفضل التنظيم المحكم للكوادر الجزائرية. كل ما أستطيع قوله شكرا للجزائر وكذا للاتحادية. هناك منافسات جرت بإفريقيا على غرار مالي وتونس كانت مؤهلة لكؤوس العالم والألعاب الأولمبية بمساعدة كوادر جزائرية، هل هذا يدل على المكانة التي تقدمها الجزائر لهذه الرياضة؟ ما يمكن أن أضيفه أيضا هو أن إتقان التنظيم يأتي من كثرة احتضان التظاهرات. نحن كاتحادية إفريقية للعبة نشعر بالرضا التام عندما نسند التنظيم إلى الجزائر. الاتحادية الإفريقية للمبارزة راضية تماما عن العمل الذي قدمته الجزائر في هذه المنافسة. في الجزائر كانت هناك أكاديمية لتكوين خبراء دوليين وإفريقيين تخرج منها 36 خبيرا والآن توقفت، أين مكانها الآن بإفريقيا؟ الأكاديمية
الأكاديمية اشتغلت لمدة 4 سنوات وكونت العديد من التقنيين. هنا أيضا كانت هنالك العديد من الانشغالات. الأكاديمية الفرنكوفونية هي التي اختفت من الاتحادية الدولية التي لم تعد تتدخل في تسييرها، لأن عدد الدول الفرنكوفونية كانت أكثر عددا من الدول الأنجلوفونية. مع الأسف الآن لم يعد لها وجود. اليوم هنالك أكاديمية أنجلوفونية في جنوب إفريقيا وهي تعمل لحد الآن، وأمام هذا الوضع سواء الجزائريين أو التوغوليين أو السنغاليين لو أرادوا الذهاب إلى جنوب إفريقيا لتعلم وممارسة المبارزة يجب عليهم أولا تعلم اللغة الإنجليزية. هنالك أيضا أكاديمية أخرى متواجدة ببودابست لكن تتعامل باللغة الإنجليزية، وهذا ما يجعل المتعاملين باللغة الفرنسية يواجهون مشاكل في التكوين. Donc les francophones d'une manière générale sont confrontés à des problèmes de structure de formation. سيدي، هل حان الوقت لأن يكون إفريقيا على رأس الاتحاد الدولي؟ Bon, chapeauter une fédération internationale n'est pas un problème majeur. C'est un problème d'élection. ترأس اتحادية دولية ليس مشكل رئيسي، بل هو مشكل انتخابات. الاتحادية هي التي تجتمع وتقول هذا مترشح وهذا ليس مترشح. هناك العديد من الأفارقة الذين ترأسوا من قبل الاتحاديات الدولية، كمصطفى العرفاوي الذي ترأس الاتحادية الدولية للسباحة لعدة سنوات. الاتحادية الدولية لكرة اليد أيضا ترأسها مصري، وفي السنغال لامين دياك ترأس أيضا الاتحادية الدولية لألعاب القوى. هناك أيضا جنوب إفريقي ترأس الاتحادية الدولية للسباحة بعد السيد العرفاوي الجزائري. ترأس اتحادية دولية لا يعتمد على العرق، سواء إفريقي أو أوروبي أو آسيوي لا يهم، بل يعتمد على بعض الصفات، والأفارقة تتوفر فيهم كل الشروط لتسيير اتحادية دولية. هناك أفارقة توج بميداليات أولمبية كإناس أبو بكر وعلاء أبو القاسم، هل يمكن للجزائر أن تأخذ ميدالية عن طريق اللاعبة سوسن بوضياف؟ هذا يعتمد على التوجيه الذي تقدمه الاتحادية الجزائرية للمبارزة وعلى الدعم المعنوي والمادي الذي تقدمه الجزائر لتأثير الرياضيين. ليس من السهل أن تكون بطلا أولمبيا، ولكن إذا توفر المناخ المناسب والإرادة ستتمكن من تحقيق ذلك. سيد دمبانيك ندياي، بماذا تختمون عدد اليوم؟ في الأخير أود أن أشكركم لاهتمامكم برياضة المبارزة، لأنه ليس من السهل أن يقوم الصحفي بتغطية فعاليات هذه الرياضة. أود أن أشكر الصحافة الجزائرية التي سهرت على تغطية منافسة كأس العالم منذ البداية حتى النهاية، لأنه من خلال الصحافة الجزائرية تمكننا من الترويج لهذه الرياضة. أود أن أذكركم أيضا أنه قريبا العاصمة السنغالية دكار هي التي ستحتضن الألعاب الأولمبية للشباب 2026. نتمنى أن تكون الجزائر حاضرة بقوة في هذا المحفل الرياضي. Il faudrait que l'Algérie soit présente avec une très forte délégation de jeunes. هدف أي رياضي هو التواجد والمشاركة في أكبر محفل عالمي. الحديث هنا عن الأولمبياد. الدراج حمزة ياسين هو أول رياضي جزائري تمكن من اقتطاع تأشيرة الأولمبياد. كيف حقق ذلك وكيف يحضر لهذا الموعد؟ نتابعه في بورتري الزميل أنيس مزيان. يكفي أن يكون أول رياضي جزائري يقتطع تأشيرة التأهل للألعاب الأولمبية باريس 2024. حمزة ياسين دراج المنتخب الوطني ونادي شرطة دبي الإماراتي، يتحدث بطموح العمل والاجتهاد ورغبة تمثيل الجزائر أحسن تمثيل في المحفل الأولمبي.
بون بداية تاعي في الصنف الأكابر كانت مع الفريق المجمع البترولي الجزائر، كنت معاه سنتين، بعدين رحت لإسبانيا. تمك اللي راح تحضرت في إسبانيا باش نطلع مستوى وباش نكون مع الفرقة محترفة. وآخر موسم من 2000 وبعد كورونا 2022 رحت لشط دبي مع الفريق المحترف شط دبي. تمك اللي قدرت نزيد نافونسي في الكاريير تاعي على لي موايان اللي كاين تما، تما الماتيريال ريكوبيراسيون تما كلش واش كنت لازم تراد يسحق صبته تمك. عجل هذه اللي قدرت نافونسي وقدرت نحضر كما كان لازم باش تأهل برك الالعاب. ماشي سهله تما تكون عندك لاباس تاعك تكون خادم ديجا. انا المره الاخيره جربت مع هادو اللي حيشاركوا الالعاب، شاركت معهم بطوله العالم، كانت صعبه، كانت صعيب باش تقدر تلعب على الفوز ولا تكمل المرحله، انها مش سهله 273 كيلومتر، ماشي سهله. احنا نسيو نحضروا الماكسيموم تاعنا، نسيو نبريباري، وعم نجي ان شاء الله كاين بروغرام شباب مع الفريق الوطني مع التم الفيدرالية، هما اللي حي يعملوا لنا سباقات ويعملوا لنا طوافات ان شاء الله. ان شاء الله نقدروا نحضروا ونسيو ونجريو مع هذو المنافسين اللي حيكونوا في الالعاب. وما تنساش الالعاب هما يكونوا افضل، كلهم يركزوا عليها وحتكون يكونوا افضل احوالهم تما باش يشاركوا الالعاب يكونوا افضل. من اول سنه بدينا العمل من اول سنه، وكنا كنا ندربوا على البطوله الافريقيه باش نعملوا تاهل، كنا حابين نفوزوا بالبطوله الافريقيه. مالوزمون ما قدرناش نحصل على المرتبه الاولى، حصلنا على المرتبه الثانيه وعملنا تاهلنا لليز اولمبيك. الحمد لله هذا كان انجاز ليا وانجاز للجزائر والعائله تاعي. احنا مازال ان شاء الله مازال مشوار، مازال التحضيرات العام الجاي ان شاء الله للالعاب، ان شاء الله نكونوا في المستوى ونقدروا نشرفوا الجزائر ان شاء الله. المتأهلين إلى الأولمبياد، الملاكم يغرطى أيت بقى هو الآخر بصدد التحضير لهذا الموعد المهم بأهداف كبيرة من أجل إعادة المجد إلى القفاز الجزائري الذي غاب عنه منذ أولمبياد سيدني 2000. أيت بقى وزملائه يحملون المشعل من جديد، يقول عمر جمعي. يغرطى أيتبقى من مواليد 4 مارس 1996 من مدينة بيجاية في بلدية مزريت. يعني كرست حياتي تما، تترعرع تما في تيمزريت، وين دخلت يعني ملاكمة فرع نادي تيمزريت الملاكمة، وين انترينيت لاباز تاعي كاع تما، وين عاونوني لي زونترينور تاع تيمزريت. يعني مام تيمزريت كانت من اقوى الانديه في الجزائر في الملاكمه. قبل لا كاليفيكاسيون كان ضغط كبير علينا على الملاكمين الجزائريين كاع، وين كنا نستناو غير الموعد تاع دورة تأهيلية في السنغال وقتاش تجي، لخاطر كيما حنا عند الرجال ما عندناش تأشيرات بزاف، عندنا 7 تأشيرات، تسمى يعني وين راح تكون منافسة قوية. تسمى إنسان يخدم، وإن شاء الله وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية إن شاء الله راح تكون معنا في لي بريباراسيون تاعنا، راح يساندونا إن شاء الله. هذا هو الركن الأزرق الجزائري يغرطى أيت بقى البطل المتوسطي الذي ننتظر منه تتويجا بالميدالية.
الالعاب الاولمبيه هو ليفالمون كيما يقولوا الكبير كيما كوب دي مون تاع البالون، وخاصه في فرنسا يعني اللي كانت قتلت لنا جدودنا وداروا فينا المنكر، وحنا باذن الله راح نسعى وكاع رياضيين ثاني باش نرفعوا العلم الوطني ان شاء الله تما، ونسمعوا النشيد الوطني في فرنسا ان شاء الله. سير تطور بعد الخدمة هي الأولى، وكما على بال الشيخ بجاوي خدمت مع قريب 8 سنين صبرت مع تاني مي وكي ديت لا شونس تاعي جي سيزي لا شونس ما طلقتهاش وحبيت ننجح. تطور كثير يعني، وولد يعني راه حايب يوصل للمستوى العالي هذا، وحنا ان شاء الله رانا موراه، هو حايب عنده رغبه باش يوصل باش يعني باش يحقق نتائج، وكل ملاكم يعني كل ملاكم اللي يكون حتى في الفريق يكونوا كاع الأهمية تاعهم هما الهدف تاعهم هما وصول العاب اولمبيه وياخذ ميداليه. بعد جيل سلطاني يرحمه علالو فليسي وملاكمين آخرين، اليوم يغرطة يرفع الراية هو الآخر راية الملاكمة الجزائرية. كيفاش ما راكش تحس بلي كاين ضغط عليك، خاصة وأنه الرياضيين هادو سبقوا وتحصلوا على ميداليات أولمبية؟ ما يخفالكش كما حسين سلطاني محمد علالو او مثل اعلى، احنا في الجزائر هم اللي كمل الجزائريه باش عندهم دي ميداي اولمبي، احنا اليوم احنا حابين نلحقوا لهم كما هما نوليو ابطال اولمبي ان شاء الله. حصلت على بزاف نتائج من خلالها، ذهبية الألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران، وذهبية البطولة الإفريقية في الموزمبيق 2022، ميدالية ذهبية بطولة إفريقية في الكاميرون 2023، ميدالية ذهبية في الألعاب العربية، ميدالية ذهبية في الدورة التأهيلية اللي كانت بعد دورة كاميرون، وديت في الحزام الذهبي في المكسيك ديت ميدالية ذهبية. نتمنوا الشعب الجزائري ثاني يساندنا ويكون معنا ديما كما كان في المسابقات اللي فاتت، يكون معنا وحنا ان شاء الله راح نشرفوا احسن تمثيل. بعيدا عن الأولمبياد، المصارع عبد الرحمن مجاهد من الأسماء الناشئة في رياضة صعبة، صنع اسما عربيا وإفريقيا، رشح لنيل أفضل جائزة رياضي شاب عربي ضمن جائزة الإبداع العربي بدبي. نبذة عن هذا الفتى في بورتريه ليلى بن فرحات.
مشاهدينا نهاية جولتنا الرياضية لهذا العدد، نلتقي في العدد المقبل مع محطات رياضية أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.